المصريين بتسمية مركز مدينتهم. يا أشيوخاي أشيوخاي أشو أشو يا ابن عمي يا ابن عمي يا من كبرو دردحلج ما دردحلج دردحلج مرة دردحلج تمشي العقرب جبتي العقرب للبحلج للبحلج برافو سيد إيش بحلة خاي إيش بحلة خاي إيش بي ما في إيش بي ما في عندك كبة لبنية حتى تذكر دبر عمي كبة صاجية كتشوب بتوحشيني وقلت لي بتوحشيني وقلتك بس خايف أسألك بس خايف أسألك ملواني أيوه ابني لقد عينتك رئيسا لمؤتمر الهنود إيه ده غمز أنا رئيس المؤتمر الأستاذ الملواني الذي أصابه طلاب مدرسة المشاغبين بالجنون فرقص رقصة الهنود الحمر لم يكن يعلم أن مصير أساتذة الجامعات الأوروبية ليس بأفضل من مصيره مع وجود السوريين في ألمانيا والسويد الفرق الوحيد أن هؤلاء الأساتذة اندمجوا على أنغام التراث بكامل قواهم العقلية يقول معلقون سوريون انتظرونا لتشاهدوا الجزء التاسع من باب الحارة في شوارع برلين والخلاف مع حارة ستوكهولم وحينها ستغني نساء ألمانيا فرحا بانتصار العقيد عبد حليمة إرم نيوز دمشق